أي أهمية للقرار؟ أهمية كبرى هذا القرار، لأنه جاء بعد 5 شهور ونصف، وليته جاء قبل ذلك وحاولنا كل جهدنا، إلا أن الذين عطلوا عبر الفيتو عطلوا ذلك إلى أن حوصروا بشكل كامل في إسنادهم ودعمهم للدولة المعزولة والمنبوذة دولة إسرائيل في الأمم المتحدة، ولم يستطيعوا أن يعطلوا مثل هذا المشروع الذي جاء باسم 10 دول المنتخبة في مجلس الأمن، وجاء بدعم وإسناد كاملين من قبل دولة فلسطين والدول العربية قاطبة لإنجاز الهدف الأول، وهو وقف الإطلاق النار أي الفوري، أي وقف العدوان على شعبنا. ونحن نثمن هذا الإنجاز الذي يرقى إلى إنجاز تاريخي في وقف هذا العدوان على شعبنا، ونثمن الدور الجزائري النبيل الذي تكلم باسمنا جميعا وباسم فلسطين وباسم العرب وكل أحرار العالم في مجلس الأمن.